الصوره اللي استخدمها امير رمسيس في انف وثلاث عيون كانت زي ما الكتاب بيقول للنوعيه دي من الافلام، صوره حركه الكاميرا فيها هادئه، المزيكا بتخدم على ده، يعني انت كل عناصر الفيلم اعتقد كانت في فلك الرومانسيه، رومانسيه الستينيات ولا رومانسيه الالفينات يا امير؟ لا اظن هي معموله بروح الستينات بنسبه كبيره كمان، ده فيلم معمول للشاشه الانامورفيك اللي كنا بنسميها سكوبيا، هو فيلم فعلا متقدم بشكل كلاسيك يمكن سنه زياده عن اللزوم عن اسلوبي قبل كده، بس وانا بقى السيناريو انا حسيت ان احنا بنحكي حدوته افيري تيل، واقعيه بس عايزين متفائل طول الوقت يبقى داخل في عالم هو مش قادر 100% يحس ان هو العالم لو لف من الشاشه هيشوف نفس الحاجه، عشان كده كان في اختيار ان الفيلم يتقدم بما نسميه السينما سكوب، عدسات انا موافق شاشه عريضه اللي هي زمان كنا بنسميها سينما سكوب، الحجم الشاشه العريض قوي ده اللي هو بتاع السينما بتاع زمان سينما. ده اللي ابتدينا نفتقده دلوقتي. الالوان اللي مصنوعه، فكره التفكير في الالوان، حتى اللوكيشنز، حتى اختيار وسط البلد برومانسيتها، فكره التصميم على التصوير في وسط البلد في ميدان التحرير، ان العياده تبقى في ميدان التحرير، وحتى يعني محاوله التبرير ده اعتقد انها صدعت وائل فيها لمده اسبوعين حتى لو مش هنشوفه في الفيلم، بس بقوله بس لازم انا ابقى مقتنع، يعني مش مهم متفائل يفهم ده، بس يعني ان منطقها مع بعض وبعد كده تمام. يعني انت كان مقصود بالنسبه لك ان انت تنقل الحاله الزمنيه، يعني السيناريو طبعا حديث احنا بنتكلم في مفردات النهارده، انما انت الصوره بالنسبه لك كانت بزمن بايقاع الستينات بالظبط، كلاسيك، فيلم كلاسيكي، حتى لو بيحصل ما هو الافلام اللي احنا بنسميها كلاسيك دلوقتي افلام الستينات هي كانت بتصور في وقتها، بس هي معموله كده، انا كنت عايز اعمل فيلم بالروح دي، كلاسيك شبه افلام الستينات. ناريشن، البطل بيحكي الحاجات، يعني مستلهم روح الستينات في الفيلم. تفتكر دي مغامرة ولا انت منحاز رؤيتك الفنية بغض النظر عن المذاق العام ممكن يبقى؟ لكن انا حاسس ايضا كل حاجة مغامرة، اي اختيار حتى لو اخترت الاختيار الاخر يبقى مغامرة، هو الفكرة الجمهور يتعاطف مع ده ولا لا، يعني انا عادة لما بشتغل اي سيناريو قد تكون مشكلة عندي بس ما بشوفوش غير بشكل واحد، ما بشوفوش غير ان هو هيتنفس كده، يعني هو كده انت شفته كده ما فكرش بجرب الحاجة التانية لان مش هعرف اعملها. لا فيه هو شكل كلاسيكي لكن في نفس الوقت في فما طريقة تقطيع المشاهد وريذم اللي هي مودرن في نفس الوقت، يعني مزج بين شيء مستوحى من شيء كلاسيكي لكن في نفس الوقت مواكب للاشياء اللي موجوده ايضا، والمشاهد ما يحسش نفسه بعيد، بالعكس انا حاسس ان في بس المونتاج هادئ مش صاخب، حركه الكاميرا هادئه مش صاخبه، لا يعني قصدي مفردات انا بقيت بسال نفسي هل هو امير قصده انه يبقى جائر انت اجابتك واضحه انت هو نعم حتى واحنا بننفذه على فكره، يعني احنا يعني انا وظافر قعدنا ايام مثلا ما حسيناش بالوقت خالص مبدئيا، يعني كنا بنصور حسنا بالبرد بالحر برد ايه احنا كنا بنموت ولا برد حر حر برد صوروا في عز الصيف احنا لابسين شتوي بنصور في الصيف انت عشان السيناريو بالنسبه لك في الشتاء هو تحسيه في جو الفيلم بس احنا في شهر 8 وانت في شهر 8 بتهزروا بس بلوفرات وجاكيتات بس غير كده انا ما كنتش انا لما بسلم عليه بتحر ما كنتش بسلم عليه عشان بحس بحر انا طبعا تخيلت انه متصور في الشتاء لا يعني لا اكيد يعني بلوفرات وكوفيات وبلاطي مراوح بقى وكده وحاجات بتطير حواليك ماكينات رياح ماكينات رياح وكده بس عادة كده احنا يعني كنا داخلين تحسي ان احنا كلنا يعني خلاص كانها بازل وكل حاجه في مكانها والحاجات اتفلوز يعني ماشيه ببساطه وسلسه ومريحه جدا وهو يعني هو الصراحه يعني كمان بيبقى عارف بالظبط هو عايز ايه فده بيشيل عنك اي مسؤوليه ليها علاقه بانك انت تحط نفسك في مكان تاني وتفكر من بره فهو تحس التجربه كده هي ليها كينونه كده معينه ولايقه يعني عليها. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش وباقات سنويه تبدا من 150 جنيه.